الجولة الثالثة اللي كيقوم بها الحزب يعني في مختلف الجهات ومحطة غابعة يعني من الجولة الثالثة من بعد ما كنا في الناضو وكنا بني ملال وكذلك الدخلة. اليوم اجتماع هنا اولا ديال المكتب السياسي اللي كان في مدينة الصويرة اللي كان مناسبة يعني للتأكيد على سياسة الحقوق والانصات ديال المواطنين. واليوم الحمد لله يعني جولة ميدانية اولا في مدينة الصويرة اللي هي مدينة كما شفتوا والحاضرين اللي كانوا معنا بأن مدينة نظيفة منظمة جميلة يعني الحمد لله مستقرة فيها الأمن وفيها اللي يثبتوا احنا كان مشي كيتوسع يعني بكل أمان وهذه هي بلادنا والحمد لله أنه كذلك في هذه المناطق القروية لابد من الاستماع لأن الناس عندهم مشاكل ديال المسالك الطرقية مشاكل ديال الإنتاج. الناس بغاو يحسنوا الإنتاجية ديالهم بغاو يحسنوا النضودية حتى هنا في المنطقة بالزيت ديال أركان فلابد من الاستماع ولابد من الإنصات باش إن شاء الله نحاولوا نجيبوا بعض الحلول. الإخوان هم اللي حاضرين معنا مكتب سياسي يعني طال يوم الأمس وراكم شفتوا الكومينيكي اللي يعني اللي تكلمنا فيه واللي هو بالخصوص اللي كنقولوا بأنه هاد الإشكالية ديال هاد القانون ديال ليدوكاسيون هو جد مهم وبالنسبة لنا لابد أنه فوق اللي خدات واحد لونجاجمون باش تمشي في واحد الطريق أنه ميمكنش يرجعوا لورا لأنه ولادنا وبغينا ولادنا يعني يحافظوا القراية ديالهم على اللغة العربية والأمازيغية ولكن كذلك بغينا يكون عندهم انفتاح ويمشيوا في اللغات يعني التقنية ويعني يمشيوا في المواد التقنية والمواد اللي هي سيونتيفيك باش يقراوها بالمواد الأجنبية لأن هذاك الشيء غادي يفتح لهم آفاق كبيرة للمستقبل باش يقدروا يمشيوا للجامعات مغربية وكذلك خارجية يقدروا يلقاو الشغل أكثر وأسهل مما إلى ما عندوش هذوك اللغات وما عندوش هذاك التمكين. ف يعني ليغاليتي دي شونس بغات انه يعني خص ولادنا يكون عندهم الحظوظ كلنا سواسيه ماشي كاين اللي قرا وكاين بواحد اللغه وكاين اللي ما يلقاش بهذه اللغه. وحنا في الحزب ديالنا من نهار اللي بدينا يعني وقلنا في الدخله بان عندنا موقع يعني واضح ونتمنى الله انه هذه الازمه اللي كاينه انه يعني جميع الفرق اللي باقي ما دخلتش في هذا الاتجاه انه ان شاء الله نحاولوا نبنيو شي حاجه لولادنا. وسيدنا كيفاش روح العدد ديال الاصلاحات اصلاحات كبيره في كل المجالات من اهمها الاصلاح اللي كيحمل اسم المخطط الاخضر واللي كيشرف عليه السيد الرئيس سي عزيز خنوج واللي منال دابا حنا ماشيين عندو غنمشي غنرجعو غنصوب لكم دوك المناهج كلهم اللي شفتو في ديالكم هاد الشتيوا كطيح فال الخير علامات الخير الحمد لله حمامة حمامة وي